صباحا من الإذاعة الوطنية تحية متجددة. المنسق العام للبعثة التونسية للحجيج حمادي السوسي في تسجيل وفاة في صفوف حجيج البعثة الرسمية من بين المتحصلين على تأشيرة الحج، مؤكدا أن جميعهم بصحة جيدة ولم يتم أي أحد منهم المستشفيات. موجة حر متوقعة ابتداء من اليوم تتوصل إلى غاية يوم الخميس المقبل لتتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر جوان بفارق يتراوح بين 7 و13 درجة، لتبلغ أقصى درجة الحرارة المتوقعة 46 درجة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر أن تتراجع درجة الحرارة بداية من يوم الجمعة المقبل. من جهتها وزارة الصحة تدعو إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة المسنين والأطفال والرضع والنساء الحوامل لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة كشرب الماء دون انتظار الشعور بالعطش والمشي في الظل وتفادي السباحة في أوقات ذروة الحرارة أي بين الساعة 10 صباحا والرابعة ظهرا والانتباه إلى علامات ضربات الشمس. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة الوجع عدنان علوش ينبه من ظاهرة النقل العشوائية التي تتفاقم خاصة خلال هذه الفترة تزامنا مع عودة المواطنين بعد قضاء عطلة عيد الأضحى، ويدعو في تصريح للإذاعة الوطنية الحرفاء إلى ضرورة اقتطاع التذاكر لضمان حسن تنظيم رحلات العودة، مضيفا أنه تم تخصيص أعوان مراقبة بالمحطات إضافة إلى البرنامج الاستثنائي لوزارة النقل والذي يسمح لجميع الوجهات بالتنقل في كامل أنحاء الجمهورية وذلك إلى حدود يوم الأربعاء المقبل. ومن جهتها وزارة الداخلية دعت مستعملي الطريق القادمين من داخل الجمهورية نحو العاصمة وتفاديا للكثافة المرورية التي يمكن أن يشهدها المدخل الجنوبي في ظل تواصل أشغال التهيئة به، دعتهم إلى استعمال الطريق الوطنية رقم 1 وذلك بالدخول عبر المنعرج تجاه ملعب رادس ثم مفترق المدينة الجديدة فمفترق شوشة رادس ومنه في اتجاه قنطرة رادس حلق الوادة ثم الالتحاق بوسط العاصمة والضاحية الشمالية، أو يمكنهم أيضا استعمال المنعرج من ناحية بنك الإسكان في اتجاه قنطرة شوشة رادس. والداخلية تدعو أيضا مستعملي الطريق إلى استعمال قنطرة لاكانيا والمرور عبر مفترق الوردية 1 و2 في اتجاه ساحة باب علي وثم قنطرة ريفولون فشارع المنصف باي إلى غاية شارع المغرب العربي طريق الزد 4. في تطورات الأوضاع في فلسطين استشهد 17 شخصا إثر غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم، وارتفاع عدد شهداء مخيم صيراط إلى 10 بعد قصف طائرات إسرائيلية منزلا، وشهدا أيضا إثر قصف طائرات الاحتلال مواطنين في شارع الرشيد غرب المحافظة الوسطى في قطاع غزة. قوات الاحتلال تحتجز عشرات المواطنين داخل مدرسة في قرية جنوب نابلس وتخضع المحتجزين لتحقيق ميداني وتعتدي عليهم أيضا بالضرب وتعتقل 2 منهم. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين اللافوغالي، للقاء. الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.